وقل رب زدني علما. إذا أردتم اللذة في قراءة القرآن وأردتم الفوائد العظيمة في قراءة القرآن فاقرأوه بالمعنى وتدبروه بالعقول والعقول حتى تحصل الثمرة المرجوة من كتاب الله عز وجل وحتى تحصل البركة العظيمة. وقد ذكر ذلك أبو عبد الرحمن السلمي التابعي الجليل رحمه الله، والذي قضى معظم عمره في تعليم كتاب الله عز وجل، حيث مكث من خلافة عثمان إلى إمرة الحجاج في الكوفة وهو يعلم الناس القرآن. يقول أبو إسحاق السبيعي مكث 40 سنة. قال رحمه الله: حدثنا أصحابنا الذين كانوا يقرؤون القرآن عبد الله بن مسعود وعثمان بن عفان أنهم كانوا إذا أخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوهن حتى يتعلموهن وما فيهن من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. احفظوا هذا الأثر يا إخوان، فهو المنهج. تعلمنا القرآن لفظا والعلم فهما والعمل تطبيقا، وبالتالي تحصل لذة القرآن العظيمة والتي لا تدانيها يا إخوان لذة. للقرآن لذة يا إخوان، للقرآن فرحة في القلوب، للقرآن طمأنينة في النفوس، لكنها لا تحصل كاملة إلا بقراءته على هذا المنهج القويم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير ما يجمع. يفرحوا. لما خرج عمر رضي الله عنه يسم إبل الصدقة وكان معه غلام له، فلما رأى هلته فقال: هذا فضل الله ورحمته. قال عمر: كذبت، فضل الله ورحمته القرآن وتلا الآية. ومعنى كذبت في لغة أهل الحجاز أخطأت. هذا فضل الله ورحمته يا أخوان، وإنما الفرحة والبهجة بقراءة كتاب الله عز وجل. فعلينا يا أخوان أن نرجع إلى هذا المنهج القويم ونجاهد أنفسنا عليه. لا بد من الجهاد، جهاد النفس. الأمور الكبار لا تأتي بالأماني يا إخوان ولا بالجهود اليسيرة السهلة، لا، وإنما تأتي بفهل من مدكر. يقول ثابت البناني: جهاد نفسي على القرآن 20 سنة ووجدت لذة 20 سنة، ما جت اللذة بين عشية وضحى. لكن الإنسان يبذل الجهد ويجاهد النفس ويستعين بربه ويدعو الله عز وجل. وادعوا ببعض الأدعية يا إخوان